السائل علي ألف ألف يقول: ما هي الأسباب التي جعلت هذه الأمة المباركة من خير الأمم؟ لما ذكر الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذا هو السبب، أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. فلو تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفقدت هذه الميزة. فإن بني إسرائيل إنما لعنهم الله بسبب أنهم تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم.